اياك تفكر ان الفلوس والنزاهة اللي انت عايش فيها دي هتنسيك من هو اخوه. اخوي اخوي ما عرفش يعمله في سنين انا عملته في يوم، ما عرفش يعمله في طول حياته انا عملته في عدد دقائق. حرام عليك يا اخي، هتعيش جبان وهتموت جبان. عشان الواحد ماشي تحت الحيط هيتقال عليه جبان، عشان الواحد بيحترم كل الناس هيتقال عليه جبان. افهم يا اخوي، انا لو هعيش جوا الحيطه نفسي كنت عشت. اللي انت بتعمله ده كله غلط، اللي انت بتعمله ده هيودينا في داهيه. طول ما في ايديه الناس هتحترمك، طول ما في ايديه الناس هتبص لك وهتحترمك، طول ما انت هتعمل اللي انت بتقول عليها الناس هتدوس عليها. بيع يا قد ابوي وحق عيونك داي في وش الناس. منين دي يا اخوي؟ ليش دعا منين؟ عاوز سلاح اجيب لك، عاوز زيدي كتير اجيب لك. دوس على اي راجل داس عليك واطلع من اللي فيه، اقلع التوب بتاع الاحترام اللي انت لابسه يا اخي. لا لا يا اخوي، السكة دي خطر، ولو هنعيشوا مع بعض فيه هنتاخدوا في الرجلين. لازم الحق اخوي، اخوي فيه عرق، عرق الحماس بتاع ايام جدودني، والسكة اللي ماشي فيه خطر عليا وعليا كمان، انا لازم الحقه يا اخوي.